إذا وقع الابتلاء فبماذا عودك ربك؟ لقد عودنا الله تبارك وتعالى أنه كلما وقع علينا بلاء نجانا، ينجينا هو سبحانه. هل تتذكر بلاء واحد استمر؟ أبدا، كل بلاء في حياتنا فإن الله تعالى وحده هو الذي ينهيه. وقعت علينا حروب وأخمدها الله تبارك وتعالى، مشاكل مالية فرجها الله تبارك وتعالى، مرت علينا أوبئة في أزمنة سابقة أعظم من أوبئة هذا العصر كشفها ربنا، كلها كشفها الله تبارك. إن بلاءنا سوف ينتهي وسوف يكون مجرد ذكريات، هذا ما عودنا عليه ربنا سبحانه. ولكن كل ما نريده منك أن تساعد في تعجيل الفرج. يمكنك أن تختصر مدة البلاء، يعني بدل أن يطول فسوف يكون أقصر بكثير. قد تقول ماذا يمكنني أفعل؟ أنا ليس بيدي شيء. من قال لك ليس بيدك شيء؟ بيدك أشياء كثيرة. فإن قلت أنا كل ما بيدي فعلته، فعلت كل ما هو مطلوب مني، نعم صحيح، لكنك فعلت الأسباب الأرضية، أنا أتكلم عن الأسباب السماوية كلها مطلوبة. نعم لا يترك أحد الأسباب الأرضية من العلاج ووقاية طلب الرزق، لكن الأسباب السماوية أقوى من الأسباب الأرضية. لماذا؟ لأن الأسباب السماوية قد تجعل البلاء يذهب عن الجميع، ليس فقط أنت، ولكن بسببك أنت يذهب عن الجميع. لكن على كل حال افعل كليهما، افعل الأسباب الأرضية وافعل الأسباب السماوية. أما الأسباب السماوية، أما الأسباب الأرضية من الوقاية والعلاج وطلب الرزق، هذه يمكنك أن تفعلها في الأرض. نحن الآن نتكلم عن ما يمكنك أن تفعله في السماء. ماذا يمكن أن أفعل في السماء؟ يمكنك أن ترفع إلى السماء ألفاظا معينة تنجينا جميعا. لا تستهن بهذه الألفاظ، هذه الألفاظ مهمة، مهمة وعظيمة في عين الله تبارك وتعالى، لدرجة أنه لا يدعها سبحانه في الأرض حتى يأمر بها لتصعد إلى السماء، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فانتبه إلى هذه الكلمات التي سوف تختار أن ترفعها إلى السماء. اختر الاستغفار، فإن الله تبارك وتعالى يعظم الاستغفار، إنه سبحانه يحبه لدرجة أن صاحبه ربما كان من المفترض أن يعاقب بمرض أو حادث أو بلاء، لكن لأنه استغفر توقف العذاب. كان المفترض أن تنزل عقوبة معينة لكنها توقفت وامتنعت، ربما توقفت عن الشخص، ربما توقفت عن قومه جميعا. حتى لو انعقدت أسباب ذلك البلاء ذلك العذاب قد تقف. سؤال، هل كل إنسان يستغفر يمتنع البلاء عنه ويتوقف العذاب ما ينزل عن القوم جميعا؟ لا، ليس كل استغفار يوقف البلاء، بل بحسب الاستغفار. فإن كان هذا الاستغفار قويا جاء أثره قويا، إن كان الاستغفار ضعيفا كان أثره ضعيفا أيضا. طيب كيف أقوي استغفاري؟ فقط بالأعداد؟ لا لا، استغفارك يقوى بأمرين اثنين. أولا، يمكنك أن تقوي استغفارك عن طريق حضور القلب أثناء الاستغفار. بعض الناس يستغفر لكنه سرحان يفكر في شيء آخر، بعضهم ليس سرحانا لكنه لا يعرف معاني الاستغفار. فما معنى الاستغفار؟ الاستغفار مأخوذ من المغفر. المغفر هو الخوذة التي يلبسها المقاتل على رأسه، ولها فائدتان، تغطي الرأس، والفائدة الثانية تحميه من ضربات السيوف. وأثر المغفر عجيب في حماية المقاتل من أثر السهام والسيوف. فكما أن المغفر يحمي صاحبه ويستره، فالمغفرة أيضا تعني حصول أمرين اثنين، ستر الذنب عن الفضيحة، والثاني العفو عن الذنب بحيث ما يضرك. لأن بعض الناس قد يعفى عنه لكنه يفضح في الدنيا، صلى الله عليه وسلم. بعضهم آخرون يعني ذنبه مستور لم يفضح، ولكن الله تعالى لم يعفو عنه. فالمغفرة أن تستر الذنب وأن يمسح هذا الذنب فلا يضرك. فعندما تستغفر استحضر المعنى وأنت تستغفر، أمران، الستر والعفو. الشيء الثاني الذي يقوي استغفارك، يمكنك أن تقوي استغفارك بحسن اختيار اللفظ. يعني في صيغ كثيرة للاستغفار، إلا أن أفضلها ما ورد في الكتاب والسنة، مثل استغفر الله، اللهم اغفر لي، رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، صيغ متعددة يمكنك الرجوع إليها. إلا أن ألفاظ الاستغفار هذه كلها لها سيد، سيد عليها، اسمه سيد الاستغفار، دعاء المعروف، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، يمكنك الرجوع، كلكم يعرفه. أخواني أخواتي، كل بلاء
مر علينا في حياتنا في السابق كشفه الله تعالى عنا، إلا مصيبة واحدة. هناك مصيبة واحدة هي أصعب مصيبة، هي المصيبة التي حتى الآن ما جبرت. إنه أصعب فقد فقدناه، هو فقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منذ أن دفناه ما أخف علينا فقده صلوات ربي وسلامه عليه. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الله يحفظ هذه الأمة بوجوده بيننا، بوجود هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بوجود الذي هو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. أما وقد رحل عنا فماذا بقي لنا؟ بقي لنا الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.